أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. تراجعت أسعار نفط البصرة الخفيف والثقيل رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط حول العالم، وانخفض نفط البصرة الخفيف المورد لآسيا إلى 64.52 دولارا للبرميل، فيما سجلت أسعار الخام الثقيل 60.97 دولارا للبرميل منخفاض بلغت نسبته 0.15%. انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسة في بغداد وكردستان العراق، وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147,800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح اليوم الاثنين 148,000 دينار عراقي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البرميل 147,500 دينار لكل 100 دولار، والشراء بواقع 147,500 دينار لكل 100 دولار أمريكي. كشف محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي عن توقف أكثر من 100 فندق وتسريح 60,000 من العاملين بسبب إجراءات الحظر ومنع دخول الزائرين إلى المحافظة. وقال الخطابي إن المحافظة تعرضت إلى ضربة قاسية مستمرة منذ أكثر من عام بسبب توقف السياحة الدينية وعدم دخول الزوار إلى المدينة بسبب جائحة كورونا. وأضاف الخطابي أن الجائحة تسببت بإيقاف 100 فندق عن العمل فيها، ما يمثل 65% من مجمل القطاعات الفندقية بالمحافظة، وكذلك تسريح ما يقارب من 60,000 من العاملين وخسارة مئات الملايين من الدولارات. أشار تقرير لمرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية في بيروت إلى أن السلع كلها خاصة الغذائية منها سجلت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار في الفترة الممتدة من كانون الثاني 2020 حتى نيسان الجاري. وأكد التقرير أنه يبرز بشكل واضح ارتباط أسعار السلع الغذائية بسعر الدولار في السوق السوداء، حتى للمنتجات المحلية كالخضار والفاكهة وكذلك البيض وزيت الزيتون ومشتقات الألبان، ويساهم الاعتماد على المواد الأولية المستوردة والتي تدخل في إنتاج وتصنيع هذه المواد في هذا الارتفاع. وأشار إلى أنه في ظل فقدان القدرة الشرائية لمعظم السكان في لبنان، وجب على وزارتي الاقتصاد والزراعة احتساب علمي ودقيق لكلفة إنتاج وتصنيع المواد المحلية ومراقبة تسعيرها. طلبت تونس رسمياً من صندوق النقد الدولي برنامجاً تمويلياً جديداً، وقالت مديرة صندوق النقد كريستيانا غورغييفا إن الصندوق تلقى الطلب في 19 من نيسان الجاري، وإنها ستكلف وفداً لإجراء محادثات فنية فور تلقيها مزيداً من المعلومات عن برنامج الإصلاح الاقتصادي. من جهته قال وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي في تصريح صحفي إن المفاوضات مع صندوق النقد ستنطلق الأسبوع المقبل، فيما ينتظر أن تطرح الحكومة خلال المفاوضات برنامجاً للإصلاح الاقتصادي. فرضت السلطات البريطانية عقوبات على عشرات الأشخاص بسبب قضايا مرتبطة بجهودها لمكافحة الفساد، بما في ذلك 14 روسياً تقول إنهم متورطون في قضية احتيال ضريبي. وقالت وكالة أسوشيتد بريس وأكدت أن لندن فرضت تجميداً للأصول وحظر سفر على 22 شخصاً متهمين بتلقي رشاوى والاحتيال والتلاعب في أول استخدام لسلطاتها الجديدة لفرض عقوبات تستهدف الفساد في جميع أنحاء العالم. وأبلغ وزير الخارجية دومينيك راب أبلغ النواب بأن العقوبات من شأنها أن تمنع استغلال المملكة المتحدة كملاذ للأموال القذرة. ختام الموجز، إلى اللقاء.